السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالوضع في النشاط العلمي المستوى الثالث. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين والأنشطة الموجودة في صفحة 55 من الكتاب المدرسي، أي الحصة الأولى من الوحدة الرابعة. الحصة بعنوان ماذا يحدث عندما يلامس جسم ساخن جسما باردا، يعني فاش كيتلاقى او لا كنخلطوا او لا كيقيس واحد الجسم سخون جسم بارد ماذا يقع في نظركم؟ يعني كاين جوج الاحتمالات، اما كل واحد فيهم كيحافظ على الحراره ديالو، يعني البارد كيبقى بارد والسخون كيبقى سخون. واش هذا معقول؟ لا. اذا يتم واحد التبادل حراري، اذا داك البارد يكتسب الحراره من ذاك الساخن، وبالتالي تنتقل السخونه او الحراره من الجسم الساخن الى الجسم البارد. اذا لاحظوا الصوره، نبدا دائما بالملاحظه والتساؤل. نلاحظ الصوره، دماده بارده على جبين مريض. هذه العمليه كنديروها فاش كيكون عندنا شي واحد مريض بالحمى، طلع ليا السخانه، كنجيبو دمادات وكنبقاو نفزقوهم بالماء البارد وكنحطوهم منه كنحطهم له في الجبهه ديالو. بعد يعني واحد شويه ديال الوقت ماذا يقع؟ تجد ان تلك الضماده ولات سخونه، يعني اكتسبت السخونه من الجسم. اذا سؤال تقصي اللي نقدروا نطرحوا هنا هو ماذا يحدث للجسم البارد عندما يلامس الجسم الساخن؟ ماذا يحدث للجسم البارد عندما يلامس الجسم الساخن؟ تنتقل السخونة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. إذا تنتقل السخونة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. عندنا تنتقل السخونة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. أختبر، عندنا الاختبار هذاك مجرد فرضية. شنو درنا؟ خلينا واحد الكاس فيه ماء بارد ألف، هنا خلينا كاس فيه ماء سخون، وفي المرة الثالثة خلطنا الماء الساخن مع الماء البارد هنا في الجيم. ماذا سيقع؟ هاد الماء اللي مخلطين غادي يلقاوه دافئ، يعني انتقلت السخونه من الجسم الساخن الى البروده، فحصلنا على ماء دافئ. اصب الماء البارد على الماء الساخن، زدنا هذا في هذا للحصول على ماء دافئ. للاستنتاج، باستعمال ما يلي دافئ تنقص البارد الساخن. عندما يختلط الماء البارد بالماء الساخن تنقص سخونة الماء الساخن في الخليط فنحصل على ماء دافئ. أعيد قراءة، عندما يختلط الماء البارد بالماء الساخن تنقص سخونة الماء الساخن في الخليط فنحصل على ماء دافئ. استخلص، أملأ الفراغ بما يلي، السخونة يلامس تنقص يتبادل. إذا الفراغ الأول تكون فيه تنقص، تنقص سخونة الجسم الساخن عندما يلامس الجسم البارد، تزيد سخونة الجسم البارد عندما يلامس الجسم الساخن. إذا هناك تبادل، داك الجسم الساخن كتنقص السخونية ديالو وداك البارد كتزيد السخونية ديالو. يتبادل الجسم الساخن والجسم البارد السخونة. بالنسبة لأستثمر، je complète la phrase par froid, glace ou contact. نملأ هاد لافخاز ببارد مثلج او ثلج، وعندنا يلامس او كونتاكت، المهم عنده واحد التواصل او مع داك. جاجوت لي كوب دو غلاس ا ان جو دورانج، عصرتي شي عصير د الليمون وزدتي فيه مكعبات الثلج. اذا ماذا يقع؟ او كونتاكت دو كوب، عندما يلامس هذاك قطع الثلج او المكعبات الثلج دو غلاس لي كوب دو غلاس لو جي دورانج، عندما يلامس او يختلط مكعبات الثلج مع العصير devient froid. شنو كيرجع العصير؟ يرجع يولو يصبح العصير باردا. اذا froid هنا في اخر حاجه. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من لي فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. كنتمنى ان الناس اللي كتشوف القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد. كذلك ما تنساوش تدعموا القناه بلي جيم في لي فيديو ولي كومونتير.